مرحبا، معكم كارمي شماس. اليوم بدي احكي عن السبت 26 اكتوبر. اليوم القمر مرافقنا من برج الاسد، باقي برج الاسد حتى الساعه 4 بعد الظهر توقيت العالمي، الساعه 7 المساء توقيت بيروت. من بعدها بيروح القمر لبرج العذراء. اذا كل شيء والقمر موجود اليوم ببرج الاسد، بتضل الاجواء حلوه لموالي الابراج الناريه، موالي برج الاسد الحمل، ايضا موالي برج القوس. وبعدين بصير الجو افضل ليله السبت وبعد الظهر السبت، حسب انتم وين عم تسمعوني، رح بيكون حلو الجو لمواليد الابراج الترابيه، العذراء، الثور، وايضا مواليد برج الجدي. كيف بده يكون نهارنا؟ بنبلش مع برج الحمل. مواليد برج الحمل الجو الى تطور، الى انفراج اكيد طبعا، لانه القمر وجوده برج الاسد لليوم الثاني ونص على التوالي بيسمح لمواليد برج الحمل انه يكونوا أوعى لشغلهم، لحياتهم، لنهارهم. نهار السبت بالنسبة لكم رح بيكون حلو، لكن ليلة السبت رح بيكون فيها، رح تكون عاجقة، رح بيكون فيها عجقة، عجقة حلوة المفروض، لأنه بيسكلي لا يوجد سلبيات عند مواليد برج الحمل. بنروح لبرج الثور يلي رح يرتاح اليوم مولود برج الثور. شيء إنه القمر يروح لبرج العذراء بتخف الضغوط عنكم، فاعملوا حسابكم إنه ما تعملوا مشاكل لأنه الأمور إلى انفراج. شيء إنه القمر يروح لبرج العذراء وعند إذا بصير في جو كتير حلو، مش شوي، كتير حلو، بتتغير الظروف من خلينا نقول من غائم جدا أو من عاصف إلى تنقول غائم جزئيا. غائم جزئيا يعني بس هالغائم الحلو، لذلك الأجواء إلى تحسن المساء وأيضا بيكمل ليوم الأحد. بالنسبة لبرج الجوزاء، موالي برج الجوزاء أكيد تأثيرات القمر من برج الأسد إيجابية وحلوة، بتغنيكم، بتقويكم، بتدللكم. ولما القمر بيروح لبرج العذراء بتعملوا حسابكم انه المساء وبعد الظهر رح بيكون في نوع من جمعة او لم شمل او قعدة مع احد افراد العائلة، مع الاولاد، او مع مسألة معينة عم تردوا فيها، عم تشتغلوا عليها، مش بالضرورة تكون سلبية، فيها تكون اكيد حلوة. وطبعا الجو العام كتير حلو، فاحتمال انه يخلص يوم السبت بطريقة ايجابية، انتم بتكونوا فرحانين، بتكونوا سعيدين، والجو من حولكم رح يتغير، رح بيصير أفضل إذا كان الجو متوتر. منروح لبرج السرطان. مواليد برج السرطان هذا يوم جيد، حلو، إيجابي، مفرح، ويقدم الكثير لمواليد برج السرطان. حضروا حالكم مواليد برج السرطان قبل الظهر وبعد الظهر والمساء، فترة رائعة جدا. القمر من برج القمر من برج الليو الأسد بيغنيكم، بيقويكم، بيعطيكم ثقة بالنفس، تفاؤل أكثر من غير فترة. ولما بيروح القمر الساعة 7 المساء توقيت بيروت لبرج العذراء، بتصير الأمور عندكم أسرع، فعالة أكثر، والقدرة عندكم على التجاوب مع الأمور وتحسين الأمور ومساعدة الآخرين بتصير رائعة جدا. يوم ممتاز من أوله لآخره. وطبعا في عنا تأثيرات، هي الأهم، هي ما رح أرجع أحكي عنها، هي الشمس، وهي من زحل ومن نبتون. هلا المشكلة إنه في عنا مارس المريخ ببرجكم، كونوا حذرين. 19 20 تموز يوليو، مع إنه لازم زيد أيضا 18. بنروح لبرج الاسد. مواليد برج الاسد هذا اليوم انا بعتبره مهم، لانه القمر بيكون ببرجكم داعمكم، بيغنيكم، بحضركم لحتى تبلشوا امور جديده، امور حلوه، امور مهمه على صعيد عائلي وشخصي. شعرتوا بهذا الشيء الخميس والجمعه وبعد عندكم اليوم. اي مساله بعد عم تفكروا فيها وبعد ما زبطت، او بعد عم تشتغلوا على ما حل حليت، اليوم مفروض تتحلحل. فتابعوا اموركم، ما تستسلموا وما تتراجعوا، يلي لإلكم بتقدروا تاخدوه. طبعا لما بيروح القمر لبرج العذراء المساء رح بتضل الاجواء عندكم ايجابيه وقويه ومميزه. بنروح هلا لبرج العذراء. مواليد برج العذراء هذا يوم بزعبر معكم شوي، لانه ببلش بجو بطيء مثل ما كان تقريبا الخميس والجمعه. اليوم القمر رح بيضلوا ببرج الاسد حتى الساعه 7 المساء توقيت بيروت، بس لما بيروح القمر لبرج العذراء برجكم الساعه 7 بتتغير الظروف، بتصير افضل. فكونوا حذرين، ما تستعجلوا، ما تفكروا انه يلا معلش القمر رح يوصل لبرجنا
بيمشي الحال، لا في فرق كتير، اوقات بتفرق على الدقيقة. فبدنا ننطر، بدنا نتريث، نعمل اشغالنا بهدوء، رايحين على السوبر ماركت تنتبهوا المصاري وين حطينا، الكريدت كارد ما بتوقع ما بتروح ما دفعته اكتر، تفاصيل صغيرة يعني انتو بتعرفوا كل واحد بحياته شو عنده، يلي عم يشتغل كمان ينتبه للتفاصيل، اللي مسافر يدقق بهالاشياء. لما بيروح القمر لبرجكم بتصير الامور اكثر من رائعه وبل ممتازه، فحضروا حالكم لبدايه لشيء جديد كثير حلو، له علاقه يمكن بحركه كبيره تستمر حوالي 4 اسابيع. هالنشاطات المهمه، هالقمر، هالصفحه الشهريه القمريه رح بتكون مميزه لكم، وكلكم رح بتكونوا محظوظين. بنروح لبرج الميزان، مواليد برج الميزان، القمر وجوده ببرج الاسد هو الوجود وهو الجو الافضل لكم، هو الجو يلي رح بيساعدكم تخلصوا اعمالكم، كان الشوبينج كان الزيارات كان تخليص كل الامور اللي عندكم اياها لحتى تقضوا بعدين عطله اسبوع، يعني السبت بعد الظهر او المساء او حتى الاحد رح بيكونوا رايقين بالنسبه لكم، فما تفكروا انه رح بيكون في هالهرش والمرج على ذوقكم، بالعكس يمكن اذا شخص اخر هو بيستلم او هي بتستلم اداره المشاريع، مشاريع يعني شوف عندكم نشاطات، بقصد ليله السبت او السبت بعد الظهر او حتى الاحد، شخص عنده برجه حلو لحتى يمشي الامور بطريقه جيده، ما معناتها ما رح تقضوا سبت المساء بطريقه ايجابيه بلا، لكن اعملوا حساباتكم انه تكون قاعده او جلسه رايقه وحلوه وبلا مشاكل. بلا تعقيد يعني. العقرب، مواليد برج العقرب، قبل الظهر بعد الظهر المساء الليل وين ما كنتوا على الكره الارضيه، الجو الى تقدم واضح وملموس من جيد الى افضل. طبعا اي عقده كانت موجوده يوم الجمعه وبعدها معكم ليوم السبت اذا ما حليتوها رح تنحل ورح تتحل هالامور، وما رح تكونوا الا مبسوطين والا مرتاحين. السبت بعد الظهر تدريجيا للمساء بتكون فكت وصارت الامور افضل، بس متكن رح ترجع، تحكتكم رح ترجع وبتكمل هالايجابيات. عم نحكي طبعا فلكيا ايضا يوم الاحد. بنروح لبرج القوس، مواليد برج القوس، في شغله لازم تعرفوها بهذا اليوم اللي مقسوم الى قسمين واضحين، في 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 فاصل عمودي بيناتهم، كل شيء والقمر برج الاسد، انتم على شط الامان. هي الفتره معكم للساعه 7 المساء توقيت بيروت لتخلصوا كل شيء عندكم اياه، 7 بعد الظهر، 7 المساء توقيت بيروت السبت، يعني تقريبا 7 الاحد توقيت سيدني، او يمكن يكون توقيت العالمي مثل ما سبق قلت هو 4 بعد ظهر السبت. بيروح القمر لبرج العذراء، بس لما يروح القمر لبرج العذراء بدكم تعملوا حسابكم مواليد برج القوس انه الجو كله تغير، بطلت الامور مثل ما انتم مفكرين، يمكن تتعقد، يمكن يكون في قصه تزعجكم، مساله مش خاطره على بالكم تصير، يعني مش انه كنترولد وانتم بتقدروا تسيطروا عليها، لكن طبعا بتنحل لانه كوكب الزهره موجود ببرجكم، يعني في عندكم ايجابيات من الزهره ومن ايضا من المشتري، لكن ما معناتها انه نغمض عينينا ونقول يلا بنعمل مشكل، لانه كارمن قال في الزهره أو في المشتري بيحل لنا قضايانا. انتبهوا، وصول القمر لبرج العذراء يمكن يحطكم بمواقف محرجة. الزهرة بيساعدكم أكيد 1 2 3 ديسمبر. نكمل مع برج الجدي يلي الجو عنده رح بيصير من جيد جدا الى ممتاز وممتاز جدا مع انتقال القمر لبرج العذراء المساء الساعه 7 المساء توقيت بيروت الصيفي، رح بيكون الجو عم بيتغير لشيء رائع جدا، وبتدخلوا بمرحله كثير حلوه كثير مهمه، مساعده داعمه مغذيه لكم لطاقاتكم، تشحنكم بافكار حلوه بطاقه حلوه بنفسيه حلوه، وطبعا بروح مرحة وإيجابية بتقدروا تساعدوا الآخرين، ما بيعود فيه هالانزعاج هالانقباض أو الشعور بأي تعب أو شعور بالزعل، احتمال أنه المسائل تفرج تنفرش تتيسر ابتداء من لحظة وصول القمر لبرج العذراء، قبل لا بأس بذلك ما في أي مشكل.
بنروح لبرج الدلو يلي بعرف انه تعتر شوي، كانت الامور شوي صعبه، والامور الصعبه كانت من فتره وصول، من لحظه وصول القمر لبرج الاسد، يعني الخميس 8:30 صباحا توقيت بيروت للساعه 7 المساء توقيت بيروت يوم السبت، لحتى تتحلحل شوي هالعاصفة الفلكية، فكونوا منتبهين، ضلكم رايقين لأنه رح تتحلحل. شيء أنه يروح القمر يترك برج الأسد بتخف، تفكس وبتروح، لذلك ما تنزعوا، روقوا، بدها رواق، بدها رواق، بدها طول بال، بدها هدوء، وبدها جو ايجابي، هيك بتنحل هذه الغيوم وهذه العقد. ما تعملوا مشاكل مع حدا، صدقوني تندموا، لانه بعدين الامور رح تتيسر. وصول القمر لبرج العذراء رح بيساعد موالي برج الدلو لحتى يرجع يلم شمله، ويرجع يمكن يراقب حاله، يمكن يلوم حاله، يمكن يرجع يفكر شو عمل او يعتذر، ليش لا، ترجع رح تتصلح الامور. بنروح لبرج الحوت، مواليد برج الحوت اكيد القمر من برج الاسد هو قمر بركض بيعجل، بتكثر الامور عندكم بشكل كتير كبير للساعه 7 المساء توقيت بيروت، وهذا هو الوقت الافضل لكم لحتى تخلصوا كل الاسبوع. ليه؟ لانه لما بيروح القمر بعدين لبرج العذراء، يعني فينا نقول تقريبا حوالي الظهر بالقاره الامريكيه على الايست كوست، الويست كوست يمكن حتى من قبل، فاعملوا حساب انه وصول القمر لبرج العذراء ما رح اقول مش كلجي، لكن بالنسبه لكم معقول يرجع يفتح جروحاتكم او يسبب لكم نتفه انزعاج بسبب مساله انتم مظبطينها ومرتبينها، يمكن ما تزبط، بتقدر تزبط اذا هلا لانكم عم تسمعوني، تاخذوا حذركم، تتداركوا الامور وبتظبطوا كل شيء بشكل يكون فول بروف، يعني ما في شيء بيتخربط. اعملوا حساباتكم وخلوا البسمه على وشكم، وشو ما صار بدكم تاخذوا وقت، اتس اول ان ذا مايند، تاخذوا قرار انه شو ما صار انتم ما رح تتاثروا. بختم مع مولود 26 اكتوبر، بقول له انه بانتظاره سنه ملونه، سنه فيها تنويع، فيها من كل شيء، هيدي السنه نبضها قوي، هيدي السنه كثير مهمه، هيدي السنه بتحضر لكم مفاجآت، تغييرات، مفروض تكون على ذوقكم اذا انتم تبلشوا تحضروا لها من هلا، من هاللحظه، اي قرار بدكم تاخذوه بدكم تعملوا حساباتكم لما بعد هذا القرار، في لانه في تغيير ايجابي مهم تقريبا باول فصل الصيف بيساعدكم للأفضل، للتغيير الأفضل، يمكن يكون سفر، يمكن يكون مشاريع مختلفة، في طاقات كتير حلوة رح بتساعدكم. بتمنى للجميع يوم سعيد، إلى اللقاء، باي باي.